هزة. تعال هزة. تعال انا اوقف هنا. عطنا قرار قرار. صوتي تعبان. فيني لا. قحة. كحة. فيني قحة. صوتك قحة من البداية اصلا من يوم عرفتك. فيني قحة. بسرعة بسرعة يا. طيب يا طلال عطنا قرار القرار. يلا. يا قرة القلب ما ادري. هذا قرار القرار. قرار الشحيح. يا قرة القلب ما ادري. قرار باسمه بالطريقة اليونانية. مش الغنة. مش الخليج. هذا قرار. يعني فعليا في شيء اسمه قرار قرار. ما اعرف. صعب قرار القرار كان عند ناس معينين اللي اصواتهم ضخمة جدا. سلطان سهل. لا مثلي مثل بنوره صح حتى على سلطان لان سلطان قراره هو الحين يغني في القرار الله اعلم بيجي قرار القرار الصوت العالي نعم ايوه القرار طيب قرار القرار ما قد جربت انا سمعته يغني قرار القرار مجنون قرار القرار يجيبونه قليل يعني مثلي مثل بنوره مثل ما ادري هذا الجواب ما ادري انت تجيب قرار القرار ولا ما تجيبه قرار امنيات الله يا للاسف ما عندك العام عيد الفطر غازي كيف الامور كيف الامور في القريه مستتبه صعب قرار قرار الامور طيبه من الحين الجواب وش لون تبصرك صعبه لحن حقك قرة العين ذي يمين بالله صعب قرة القلب قرة القلب يا ولد حاولت اسويها ماشي هذا الوحيد اللي ما طايق اقتنع باسمه له تركي الشهري كل ثلث نقولها يا قرة القلب شهراني شهراني كل ثلث نقولها ترى اسمها قرة القلب قال وقرة العين وقرة العين لأن فعليا اسمها غريب طبعا. اسمها رنان حلو كيف الرياليتي اليوم؟ مو بدي الرياليتي بس ناقص وجودك يا الله انت اليوم ماسك الرياليتي الصباحي كانت الجو على السيبان والله انا موجود اوف اظهرهم عايشين الرياليتي زين صدق والله استهبال وفله استقبالوا فلة الذبيحة معلقة والشواء يطلبون شينة والعسل والقهوة أعلمك والقهوة والعسل والطحينة والقدوع والذبيحة معلقة والشواء يلا وكل أسف بالله بعدين عندهم كرسي اعتراف لا لا جد ورب النعيم عندهم كرسي اعتراف ثم يحطوا الشافي له والهاشتاج يقرون بالايباد يسألون أحب اللي يسأل ليش يسأل طيب قالت كم تزوج قالت انت قال ليش ما اخذت الثالثة شايب كيكة واخذوا شوية ثم قال يا كنترول يا منيب نطلب شيلة يا زي حركتنا بالضبط يا منيب يا وشغلهم شيلة زينا يلعبون زين بس بالبطي تعال انا سمعت واحد يقول رفيقة انت وينك طالع فوق مدري ايش مسوي شو عليهم ولا شو اي صادق والله انك صادق اي وش مسوي واحد زي بحور حاطن ذا حاطن حق البويه ذا وطالع من فوق يصرخ الذبيحة قالوا انزل تحت قال لا كذا يصرخ من فوق يسوي شو قالوا انزل يا مسلم قال يبي تسوي شو عروس والله ما ادري زوج مقطع يبغى زوج مقطع المهم انا افشل واحد في المجموعه هنا يلعب هناك عندهم احسن واحد انا من في اللعب لعبت معه لعبت مع سعيد الرمضاني يا سلام سلام دخلوا على الصوف كذا مع الباب يا طير يا طير يا صوف مسجلين الصوف حلوه ذا القلطه من الصباح اي انا قلت يلا أنا قمت يلا صباح الخير سلام 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 عطنا علمك يا رجال ثم لعبنا المحاورة عطنا ايش صار بالمحاورة سلام والراس ما يثبت بلي امتون ما جيت فقرتكم الا لانكم والنعم السلام الجن مثل البشر وسط البشر يسكنون لكن تركد لي يا سمعة بذان الحرم سلام حلو حلو السلام والله ماني حافظ الردود لكن راح فيها ما ادري ايش يقول يقول عسى ما صابك جنون اللي سلم سعيد لا أنا اللي سلمت قلت لو يلبسونك ترى ما تحمل الساكتون يكفيك طقع على القلة بعود السلام مش رايكم يا هلا المشراق فوق الظنون لكن مدري علامة التمر ما بعجب أنا سمعت ثم يا غازي وين لا قول الصراحة يا غازي وين هلايفون أنت الجريمة وأنت المتهم يمتابع يا ولد اي والله وش قلت له قلت ترى الظروف أحيان تجبرنا عليكم نمون لو الميانة وراها عواقبها الخسارة والخصم لا تستشكون يا أصحابي ولا تزعلون سعيد هذا ترى الله خالقه من عدم هذا أنا شوي ما حفظ
ما جبت ابو كاتم في الصبح احس ابو كاتم تسلم بعدها ثم كل شويه يطلبون شيله من الكنترول اي يطلبون جوهم يا منيب شغلنا شيله واللي يقول انا عندي قصيده قال سمعنا صدى واحد اثنين نفس جونا نفس جونا بالضبط عشير ريالتي اسمع بس عاد انه اللي عندهم بالضبط متى تبدا فقره مستغربي لا هم يشوفون يتابعونا في الليل بلا الجو يعني مره ممتاز يتابعونا في الليل ندمان ما رحت اول اي والله ان جوهم جو تصمل الرحله كل يوم والله العظيم ان جوهم علي يا ربع خلنا ترى ابو راشد كل يوم يرحل خلنا نصمل دائما يروح لهم صامل مره واحده كل يوم لقيت خالد عندي كلنا وياهم والله مشكله والله مستغرب ومقرن فيها اليوم الذبيحه معلقه والشغل ابو راشد بالله يوميا عنده ابو راشد اكثر عشان يجي يرتعب نفس عماره ترتعب عايش جوا عز الله هذا المفروض ما مشترك معنا بالمشراق بالمشراق والله بس يا خلينا مقدم مشراق السنه الجايه يا ابو راشد والله يرتعب الله يمون عليهم انه نفس العمار والله انه مناسب له ابو راشد ابو راشد كاريزما ابو راشد يقدم المشراق لا لا ابو راشد يصلح في النمونيه لا لا علي 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 بالطلاق علي بالطلاق وثلاث انك نمونيه صحيح خلاص روح يعطيك على طول ها طلق على طول تقعد يقول تاخر وير تكفى ها خرب علي طلق لك وانت في نومي خلاص روح اقدح 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 انبثق لا انا صراحه اشوف انه ممتاز بنجي خير البرنامج لو في البرنامج مكان سامح كلام اليوم كلام اليوم بنجي خير يا طويل العمر يصلح مكان سامح والله شغلت زين سامح مرتاح كيف الصبغ اي صبغ قال لك عيد يحشرني القلم لا بدري عليك ما تحشر ما عادي ما تحشر في حاله ما صارت يوم جت فرصتك بس مو منه هو دخل بدايه البر دخل بدايه اليوم كان عارض رحنا نوضي ونصلي طلع سكر بنجي خير قال لك احنا بيحشرني بنجي خير لا صدق بقول لك بنجي خير ايش بيضبط له السنه الجايه ممكن لو عادوه يعني لو جيت مقدم هنا ابنك خير انا جبنا كلام ديوان ثقافيه انا شوي صرح كلام اليوم والله ديوان ثقافيه يصلح ديوانيه يصلح لي زي ديوانيه لا لا ديوان انت بيضبط لك زي مؤتمر الجمهور لا تدرون بس يقول مؤتمر الجمهور تدرون انت يا طويل العمر السلامه كلام اليوم لانك تقدر تنرفز بسرعه انت السيطره عبد القادر بالعكس يعني محل هاني انا اي قادر والله العظيم ممكن السيطره مسابقه القريه بالعكس قاضي ذيابي قاضي ذيابي لا لا انت تدري وين تقسمت ايه المطبخ ما قدرت اصلح ابو علي ايش اسوي عشان اي طبخه ما تضبط ما يرمونه ما شاء الله تبارك الله بوم وشو وضع المقدمين ها قاضي ذيابي يجري مكانه وين برت مو لازم كل سنه ترى بيغيروا تدري قاضي احس انه مكانه يضبط انا شو مؤتمر الجمهور مكان راجح والله مكان راجح او الديوانية مكان راجح اسمع اسمع طيب كلام اليوم انا شافي احلى شيء اختار ضيوفي ضيوفي نبغى ضيوف بخور تسع مقرن فيصل شافي احسن شيء له مطر الكون وينك يا محسن وينك يا محسن اقول كيف من اقرب الناس تجرح 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 تقول ايش ابو ايش تنساها يا محسن اقول انا هاني انا في كلام اليوم انا محل انا اشوف هذا محسن يجاوبني وين محسن يجاوبني اللي يجرح بالشبك لا 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 اسمع اوكي وانت معي وانت معي ما عندي مشكله خلاص خلاص الوقت ولا يجي ربي مطر ايه لا تري انا مكان وين ابغى المطبخ انا صراحه لو الله كتب ابغى مسابقه القريه او السيطره مره على جوي انا اشوف انا اشوف ان تركي صعب انا اشوف ان الثنائي الخطير ما في شيء صعب ابو عبد الله يصير الشيف ابو علي وغازي مطير يصير خالد حامد سوى اثنين مطبخين ممتازين بنجي خير انا حبيبي انا حجز انا سويل مكان سويل طيب يا اخي انا اشوف مقرم جاملوني جاملوني بشيء جاملوني بشيء اسكت خلك معي انا انت قايل لي ايش؟ عزيز رش الشيف لا بالعكس لا يا اخي ابو حور ابو حور ابو حور الله انك تعرف تطبخ زد خير تطبخ بس اعرف ابو حور زد خيرك ابو حور عند ال ابو حور زد خيرك ابو حور ما تدري شيء له غازي 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 جد خيرك ابو حور اتوقع الديوان الثقافيه ثقافيه ديوان خالد الشباب ديوان ثقافيه لا خالد الشباب جد خيرك والله تصح الديوان الثقافي خالد صح جد خيرك عبد الله جليغم عبد الله جليغم المعطش ايش المعطش ديوان ثقافيه اللي يقيم المبادره اللي يقيم المبادره والله من فضاء وعد لها هذا تدرون مكاني من؟ طيب من اللي يصلح انت بدل مرجان لا يا حيوان ليش ايه مرجان ايه مرجان السجن سجان لا تدرون مكاني من؟ طلال السجان حبيبي انا اشوف انا بخرج منها بقول ما تسمي دعوني لو سمحت ممكن
مدري مكان إدارة. أنا شوف أنا ما ألعب إلا مع فوق. كان الناس بصراحة محل ناصر الحربي. أنا أشوف إنه مؤتمر جمهور. لا لا مستلم الدنيا يعني. أنا أشوف إنه أبو جخير يصلح له يصلح في النمونه. لا زي إبراهيم عيد لا. لأن عنده أكشن. بن جخير لي نظرة فيه والله. بدل محمد محمد ابن عمرو ابو كرم والله بدل محمد عظيم يمين بالله بضبطكم وعيش الرياليتي نفسه تعيش الرياليتي وتفلى وتنبسط بس امني من يصلح يموت العرب يموت العرب يلعب الصبح ما هو جايينهم عبد الله حلافي زي بدل محمود فلاح حق تقارير لا 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 من علم لا لا عبد الله حلافي مصدق انا بتوقع لا عبد الله حلافي محل فاز مدخلي لا فاز مدخلي تعب والله فاز مدخلي خلاص اسمع انت محل عبد الله هجويلز اكسب له ورطوال استقرا عندنا من اللي يصلح في النمونيه طيب النمونيه انا النمونيه ايش اكسب له ورط تعالوا ايش صار جابر الحكماني جابر اي جابر جابر انا اقول لكم لا 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 النمونيه ابو حور لا ابو حور يضحك ابو حوز خير ابو حور ما يضحك ابو حوز خير جابر وابو حور ممكن ابو حوز خيرك ما في انا طبعا مش اقول لكم مكاني وين انا بقول مسامي روح لو سمحت واخذ من مكاني واجلس معاه الديوانيه الفنيه ممكن محسن بن تركي الديوانيه الفنيه محسن بن تركي كلام اليوم محسن محسن بن تركي كلام اليوم كلام اليوم اجل معي يعني محسن خذه انت انقد قول هي لعبتي قول انا بتضرب بس هي لعبتي اساسا اللي موجودين نقاش انت انت تدري اللي موجودين انت تدري اللي موجودين كلهم ماخذين كورس عندي انا بيوا الحين سؤال صحيح يعني شوف برا التغطيه برا غازي مؤتمر الجمهور زي عيال شباب من انا اشوف غازي يصلح له اسمع في سؤال بس ابن خير والله مو خاطر يا الربع خلاص ولا تزعل قادر ركن قصير قادر والله شيل على قادر تستاهل ركن قصير كل ما جعت اضرب لا لا انا بسال سؤال لا مرزوق اسمع مرزوق فنان دقيقه بسال سؤال دقيقه بسال سؤال ابن خير والله من زمان ما اسال سؤال هذا من بس ابن خير انت في الحقيقه موظف ولا انت موظف يعني برا برنامج برا انت موظف يا ولد هذا ملياردير تبغى يتوظف ما عندك وظيفه والله لا لا صل على النبي عندك وظيفه رسميه حكوميه رسميه شيء ولا يا اخوي توظف هو عنده شركات كيف يتوظف خلاص اوكي انت الموضوع انا فكرت كان انت متوظف كيف تبغى يتوظف وهو يملك شركه بالله يقول شركه هو صاحب الشركه يقول انا صاحب الشركه انه هو صاحب الشركه مالك من هذا ابو 5 مليون طيب اسمع زياده يبغى 8 مليون اسمع شريك شيء شركتك شركه بالضبط مقرن كم راس مال الشركه قول جنن مالك خلاص انت الموضوع بضبطك 500000 بضبطك يا بني ادم انت جبار الفلوس ابعطيهم جوهم بمشي عشان لو جلست هنا احتمال اكسر يعني اشياء كلش اللي عاد قاعده فانا بس يعني انا في العزبه هناك احتراما لهم خذ راحتكم تاكله لا 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 الوضع سيء اليوم يعني البرنامج مسي عليه الوضع مزين رجال ابن جخال ما تعرف من اليوم يبغى لك شاور انا مره عشان تنشر كلها من ابن عمك ايش لعب في وسم امس من خير والكوي تعرف الطريق اللي تشل فيها الرماد تحط فيها ديزل تحط عليها ديزل ما نشب النار للاضاء حلوه والله تاخذ الرماد ذاته تجمع في علبه في سطل طيب وتصب عليه ديزل حلو وتخلطه لاني غادي كانها خلطه كانها اسمنت ايه طيب ترد خلاص وتصير تاخذ منها في علبه صغيره وتخلي ذاك مقفل خلاص شب نبغى تشبه وتاخذ ملعقه ترش وتشبه وتخليه خلاص يولع الاسوالع ترش الرماد يعني وش مكونات مكونات ايش؟ رماد وديزل يحط اخذ تاخذ لك زي العجينه كذا ايوه طيب وحط لك في علبه لو بغيت تشب الضوء حطها تحت هذا ولا خذ منها بملعقه ورش يجلس يولع بدل المكعبات بدل المكعبات والله وشب بس بعد تطول تطول يبطي وفي واحد نوع ثاني ادري شو قماش قماش حطه في فازلين غمر خلي القماش كله فازلين او زيت او زيت لا فازلين بس فازلين يجلس يبطي الزيت الزيت قماش دائري كذا ما يحتاج املى كله فازلين وخله في علبه منديل منديل بعد او منديل شوف في ناس يشبونه بالفليت لا لا من جد لا حركة النار توصلك الحركة ذيك يرجع النار لكن فازلين مع المنديل او القماش حطه تحت للشاب اليوم غازي ايوه للشاب ولا للشابة حلو ما يشيب يا ولد يجلس شاب على طول الله الله يعوض عليكم شبابك وحياتك كلها كب الس احا كب السالفة اوه انتبهك خلاص ما انت مدري لا الجمهور اصبر زين مني ما شبه وين لا خلاص كذا والله انا زينه بنعالج لا 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 والله ما دريت والله لا 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 والله ما دريت والله لا والله ما هي مقصوده لا والله ما هي مقصوده والله ودي يجي يوم النار مشبوبه من لا اليوم سلطان سالي يبغى يسوي نفسه لا فنان ان شاء الله ولد فزعه
ها هو جالس هنا عليه علي يساري. خلي هو جالس هنا على يساري. انا معي كوب حليب في المسجد والشيخ يخطب. طيب المهم انا ابغى اتحرك عشان اعدل جلستي. جالفنا يبغى يزين معي الجلسه. سخني منه الا هو الحليب كله على وجهي وثيابي اقسم بالله. لا لهس وجهي حار الحليب ولهس وجهي ولا ودي اضحك عشان الشيخ ما يزعل. فدسس كذي لين خرجت ما اشوف الا قد ترى جيكيته كله حليب. كله حليب جيكيتك وعند جيكيت هزع كله رماد. المهم والثوب كله حليب. لا الله لي يردك يا سلطان يرد فزعتك. باقي صامتين عادي خش في سالفتك. لا 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 ابي بسالفتك. طيب سؤال عندي والله انا عندي سالفه زين. اي والله جميل. وش رايكم كل رجال منا يسال الثاني سؤال؟ السلام عليكم. محرج ولا محرج؟ اوكي سلام عليكم ويجاوب عليه. يعني تراني حللت عيال ترى رحت حلال وحلقت. ايش رايك؟ ايش الله ايش الله. طيب اسال غازي الذيابي. يلا اخي غازي الذيابي اسمع ربي ما رزقها.